مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة الدكالة في هذا الجو الصباحي المتميز، جو بارد جدا، يعني جو بارد، ضباب كثيف يخيم على مدينة الجديدة. فمشاهدينا الكرام، هذا اليوم جوج ديال المقابلات حارقة، واحدة بالقسم الأول للنخبة وواحدة بالقسم الثاني للنخبة، ممثلي دكالة نهضة الزمامرة والدفاع الحسني الجديد على موعد مع مقابلات حارقة. ففريق نهضة الزمامرة سيستقبل بداية من الساعة 4 هذا المساء فريق الفتح الرباطي، في الوقت اللي غادي يستقبل فريق الدفاع الحسني الجديد أولمبيك الجزيرة. فريق نهضة الزمامرة يحتل الرتبة الثامنة في بطولة القسم الوطني الأول للنخبة، في الوقت اللي فريق الفتح الرباطي يحتل الرتبة السادسة بالقسم الوطني الأول للنخبة. هنا تكمن صعوبة هذا المقابلة، فكل فريق سواء فريق نهضة الزمامرة أو فريق الفتح الرباطي، كل فريق غادي يحاول ينتصر في هذا المقابلة للاقتراب أكثر من أندية المقدمة، وأعني بذلك فريقي الجيش الملكي والرجاء البيضاوي اللي يحتلوا الرتبة الأولى مناصفة ب 23 نقطة لكل فريق منهما، في الوقت اللي فريق نهضة الزمامرة يحتل الرتبة الثامنة ب 15 نقطة، وفريق الفتح الرباطي في الرتبة السادسة ب 17 نقطة. فريق نهضة الزمامرة رغم أنه فريق صاعد حديثا إلى القسم الوطني الأول للنخبة، فهو بين عن إمكانيات محترمة رغم توفره على لاعبين شباب، لاعبين أغلبهم كتنقصهم التجربة هذا الموسم، ولكن رغم ذلك فهما أبانوا عن مستوى جيد، مستوى عالي جدا، خاصة من اللي كيواجهوا الأندية الكبيرة مثل رجاء، الوداد، الجيش، الفتح وغيرهم من الأندية. فريق نهضة الزمامرة غيحاول هذا اليوم يستغل يعني عاملي الأرض والجمهور، بحكم أنه غيستقبل بالميدان ديالو، في الوقت اللي فريق الفتح الرباطي كنعرفوا بأنه ما كيخرجش معاه شي جمهور خارج الميدان ديالو، جمهور قليل اللي عند الفتح الرباطي، ما عندوش واحد القاعدة الجماهيرية، ولكن فريق محترم جدا فريق الفتح الرباطي بالمستويات اللي كيقدموا، أيضا بالتنظيم ديالو والبنية التحتية اللي كيتوفر عليها فريق الفتح الرباطي. فعلى أي غتكون مواجهة ساخنة بين الفتح الرباطي ونهضة الزمامرة بمدينة الزمامرة، فالمدرب أمين بن هاشم مدرب نهضة الزمامرة وجمال سلامي مدرب الفتح الرباطي، أكيد أن كل مدرب يعني دار قراءة المقابلات السابقة وعرف يعني الطريقة باش كيلعب كل فريق. بن هاشم أكيد أنه غيكون تابع الأشرطة وشاهد المقابلات الماضية ديال فريق الفتح الرباطي، نفس الشيء بالنسبة لجمال السلمي اللي غيكون أيضا بدوره تابع أشرطة فريق نهضة الزمامرة وشاف الطريقة والأسلوب اللي كيلعب به فريق نهضة الزمامرة، وبالتالي فكل مدرب غيكون داخل هو عنده معلومات كافية وعنده فكرة على الخصم. على أي فملعب الشهيد أحمد شكري كنعرفوا بأنه كيتوفر على أرضية في المستوى العالي، في المستوى الجيد، وبالتالي فالجمهور اللي غيتابع هذه المقابلة غادي يستمتع بعروض جديدة، عروض شيقة هذا اليوم. إذن مقابلة غتكون غاية في الأهمية رغم الصعوبة ديالها بالنسبة للفريقين معا، سواء بالنسبة لفريق نهضة الزمامرة أو فريق الفتح الرباطي، ويصعب التكهن بنتيجة هذا المقابلة. بالنسبة لبطولة القسم الوطني الثاني للنخبة، فريق الدفاع الحسني الجديد، الفريق الذي يعول كثيرا على العودة إلى القسم الوطني الأول للنخبة، فريق نازل هذا الموسم إلى القسم الثاني للنخبة، غادي يستقبل فريق أولمبيك الجزيرة. فريق نهضة الدفاع الحسني الجديد يحتل الرتبة الخامسة
ب 23 نقطة في الوقت اللي كان نوجدوا الكوكب المراكشي في الرتبة الأولى ب 28 نقطة. الدفاع الحسن الجديدي غادي يعمل أيضا بدوره استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المقابلة، علما أن المنافس ديالو أولمبيك تشيرا، وعلى غير العادة يعني موالف كيعودنا على أنه كيلعب الأدوار الطلائعية وكيظهر بمستويات عالية هذا الموسم، فهو من الأندية المعدبة في أسفل الترتيب، كيحتل الرتبة 14 فإلى جانب فريق جمعية سلا وفريق راسينغ البيضاوي. أراك أولمبيك تشيرا يعاني كثيرا هذا الموسم ويصارع من أجل البقاء بالقسم الوطني الثاني للنخبة، في الوقت لفريق الدفاع الحسني الجديدي يعني غير المدرب ديالو بعد الانفصال على عبد الكريم الجيناني والتعاقد مع مدرب برتغالي، فهو يعول كثيرا على تحقيق صعود هذا الموسم، وبالتالي فهو غادي يعمل كل ما في جهده هذا اليوم على تحقيق نتيجة إيجابية، نتيجة الفوز. الجمهور اللي غادي يحضر هذه المقابلة أيضا هو غيستمتع بعروض شيقة، خاصة وأن الفريقين معا كيتوفروا على لاعبين في المستوى، وإن كان فريق أولمبيك تشيرا محقق نتائج إيجابية رغم أنه عنده لاعبين اللي عندهم إمكانيات محترمة ويمكن ليه يقلب الطاولة على فريق الدفاع الحسن الجديدي في أي لحظة، في الوقت لفريق الدفاع الحسن الجديدي واعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، وخاصة اللاعبين والطاقم التقني، وبالتالي فهما ما غيفوتوش الفرصة هذا اليوم يعني الدوز، فهما غيعملوا كل ما في جهدهم باش يحققوا نتيجة الانتصار، نتيجة الفوز، وبالتالي الإبقاء أو البقاء ضمن أندية المطاردة وضمن الأندية اللي كتبحث على تذكرة العبور إلى القسم الوطني الأول للنخبة. على أي فالمقابلات كما قلنا ممثلي دكالة بقسم النخبة سواء بالقسم الأول أو الثاني، الدفاع نهضة الزمامرة غيواجه فريق الفتح الرباطي مقابلة عن القسم الأول للنخبة، وهذه المقابلة ستجرى بمدينة الزمامرة على الساعة 4 بملعب الشهيد أحمد شكري، في الوقت لفريق الدفاع الحسن الجديدي عن القسم الثاني للنخبة غادي يستقبل فريق أولمبيك تشيرا في حدود الساعة 4 من مساء هذا اليوم بملعب العبدي بمدينة الجديدة. إذن مقابلات قوية، مقابلات ماشي سهلة، مقابلات صعبة، الكل يعني يترقب هذه المقابلات، على أين كنتمناو يكون الفائز الأكبر هو الروح الرياضية، ونشاهدوا مقابلات من مستوى عالي. مشاهدينا موقعية إلى نودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. فكما قلت برد قارس وضباب كثيف هذا اليوم يخيم على سماء مدينة الجديدة، ونطلبوا ونتمنوا يعني كل من كياخذ طريق في هذه الأثناء بمدينة الجديدة أو في مداخل مدينة الجديدة سواء من جهة الدار البيضاء، من جهة مراكش، من جهة أسفي، ياخذوا الحيطة والحذر وما يجلوش، لأن كاين ضباب كثيف، ففي العجلة الندامة وفي التأني السلامة، نتمنوا يمشوا بشوية عليهم ويكون يعني الضوء ديال السيارات ديالهم هكذا يمكن يشوفهم السيارات الأخرين اللي جايين في الاتجاه المعاكس. مشاهدينا أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مباشر آخر، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء مشاهدينا، مشاهدي قناة شوف تي في قناة الشعب.